تأخر رزقك، تأخر مطلبك. هذا لا يستجلب إلا بشيء واحد لا ثاني له. كثير من الناس دائما يعني عالم الشهادة بالنسبة إليهم هو كل شيء، يعني أوجد لي كذا حتى أوقن بكذا، أظهر لي كذا حتى أقتنع أن هناك كذا. أما عالم الغيب فلا يؤمن به إلا تقي مؤمن. وصف رب العباد سبحانه وتعالى هذه الطائفة اللهم اجعلنا منهم في أول البقرة الذين يؤمنون بالغيب، بالغيب. طيب، قصة رواها أحد أئمة المساجد في مدينة معروفة في بلادنا العربية والإسلامية، أن امرأة تقف أمام المسجد كل جمعة تنتظر من يضع أمامها شيئا مما أعطاه الله، وتعودت المرأة كل جمعة أن تجلس في هذا المكان، إلى أن قال لها الإمام يوما: يا ابنتي، هذا منظر لا يليق، يعني ماذا تصنعين؟ قالت له: أنا أرملة ولي من الأولاد كذا، وحالتنا يعني المالية ضيقة، وهذه هي الفرصة الوحيدة كل أسبوع أن يعني يعطيني المحسنون مما أعطاهم الله، هل عندك حل؟ قال لها: وأنت أين أبناؤك؟ قالت: هم صغار، أتركهم عند الجيران، وجيراني أسوأ مني حالة، فأخذ ما يعطيني إياه المنفقون وأقسمه بالنصف مع جيراني، هل عندك حل؟ قال: نعم. قالت: ما هو؟ قال: أن يعني تلجئي نفسك إلى الله سبحانه وتعالى اليوم بكثرة الاستغفار والحوقلة والحسبنة، وأفوض أمري إلى الله، وكل ما يفتح الله لك من إلحاح، ولكن بصدق، بصدق. الإمام يقول: الجمعة التي تليها اختفت المرأة، والتي تليها ثلاثة أو أربعة جمع الفضول قتل الإمام، يريد أن يطمئن أين ذهبت هذه المرأة الفقيرة. سأل عنها، عرف بيتها وعرف جيرانها، ولما سأل قالوا إن قصتها عجيبة، يعني بقدر الله سبحانه وتعالى قريب لها، سبحان الله العظيم، علم بقصتها من المسجد، فما كان يعرف أنها قريبة له، فسأل عنها، أعلمته أمه أن هذه امرأة صغيرة السن وجميلة وملتزمة وأرملة وفقيرة، وهي بنت عمك، من بنات عمومتك، بنات أعمامك. فالرجل قال لأمي: وماذا أستطيع أن أصنع؟ قال: يا ولدي، قالت: يا ولدي، تزوجها. فتقدم لها وتزوجها، وإذا به هذا الرجل يعني عبارة عن ملياردير من أهل هذه المدينة، فنقلها من الغرفة التي تسكن فيها في الحي الفقير إلى قصر واسع، عندما أيقنت أن الرزق في السماء. ما القضية؟ الرزق كان موجود، موجود ومكتوب له، لكن لم يأتي وقت الرزق بعد. وابن عمها كان موجود ولكن لم يأتي إعلامه بعد، والزيجة معلومة عند الله ولكن لم يقدر إظهارها بعد. فأنا أقول لكل المترددين والمتشككين والمكتئبين والذين سبحان الله الشكوى على ألسنتهم صباح مساء، أن يهنأوا بالا أن السماء هي التي فيها الرزق، ولكن تستجلب أرزاق الله، نعم، بالأسباب، ولكن رب الأسباب
لا أسباب عنده. يعني عندما يعطيك يعني ولله المثل الأعلى في الدنيا، عندما تعطيك جمعية أو إدارة أو عايزين مجلس إدارة ودراسة جدوى ودراسة حالة وسبحان الله بحث الحالة وترفض أو تقبل والله أعلم الوزارة تتغير الوزارة تتجدد سبحان الله، لكن في السماء الرزق يقول الله له كن فيكون. فأنا أريد أن تثقوا في رزق الله، ولكن يستجلب ما عند الله بطاعته، لا يستجلب معصيته. هذا الموظف المجرم المرتشي الذي يظن أن هذا رزقه، هذا رزق نعم ولكن رزق حرام. واللص هذا رزقه ولكن رزق حرام، يعني يستعجل ما عند الله. والله لو صبر الرزق، لو صبر اللص ولو صبر المرتشي على ألا يأخذ مالا حراما، لأن الله سبحانه وتعالى سوف يأتي له بهذا في الوقت الذي يريده الله. عمر بن الخطاب رضوان الله عليه كان في زمنه الحطيئة الشاعر المعروف، وكان شاعرا بذيء اللسان، فلما شتم كل هجى كل الناس اللي في المدينة، حتى أنه لما أنهى كل الناس هجاء هجى نفسه، وقف أمام المرآة وقال ولي وجه قبح الله وجهه فقبح من وجه وقبح حامله، يعني سبحان أنهى الناس كلها. فجاء به عمر وقال له إياك أن تهجو أحدا بعد ذلك. فلما لم يرى منه إجابة قال لأحد الصحابة ائتني بالموسى بالشفرة يعني بالسكين. قالوا ماذا يا أمير المؤمنين؟ قال أقطع لسانه. قال يا أمير المؤمنين لا لا لا، استشفع الصحابة. كان هدده عمر يعني كتهديد كحاكم. فقال اسجنوه، سجنوه. أيام مرت وأرسل يعني رقعة إلى عمر مكتوب فيها ماذا تقول لأفراخ، أولاد يعني عملهم أفراخ، كانوا يعني كانهم دجاج صغير يعني أو طائر طيور صغيرة، ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ، المنطقة اللي يسكن فيها زغب الحواصل لا ماء ولا شجر، ما عندهمش لا ماء ولا ثمر على شجر، أنزلت كاسبهم أو ألقيت كاسبهم اللي هو الحطيئة يعني اللي يرتزق لهم، ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة فاغفر. سلام الله عليك يا عمر. رق عمر للأطفال الصغار وأخرجه وأخذ عليه عهدا ألا يهجو أحدا ولا يسترزق بشعره في هجاء الناس. هذا كلام يقال للذين ألسنتهم عبارة عن بذاءة على الفضائيات العربية. اتقوا الله في أعراض الناس، واتقوا الله في أمن الدول، واتقوا الله في أمن المجتمعات، واتقوا الله سبحانه. يعني أنت عندما تشتم فلانا ما منظره هو أمام أولاده وزوجته وأهله؟ ما منظره في عشيرته وفي قبيلته؟ وبعدين تجيب الناس تحرج منها عشان تنصر قضية معينة. يا أخي هل تنصر الحق؟ هل تنصر الحق؟ يا جماعة اتقوا الله، لا ترتزقوا من حرام. أنتم أيها الإعلاميون الارتزاق من حرام هو أسوأ أنواع الرزق. سبحان الله، هذا الحطيئة يعني لا تكونوا كالحطيئة، تكونوا مع الناس يعني سبحان الله. يعني فإذا رزقت إني لتطربني الخلال حميدة، طرب الغريب بأوبة وتلاقي وتهزني ذكر المروءة والندى. سبحان الله، يعني الحافظ إبراهيم تهزه هذه الأخلاقيات، فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. الله يرضى عنكم، انتظروا رزق الله بالدعاء، ونسأل الله أن يوسع أرزاقنا وأن يبارك فيها وأن يجعلها حلالا، وأن نتوكل على الله حق التوكل من أكثر من الاستغفار. جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وقال لعلي يا أمير المؤمنين إن الماء لا ينزل عندنا، قال استغفر الله. والآخر قال يا أمير المؤمنين إنني لم أنجب إلى الآن منذ عدة سنوات، قال استغفر الله. والآخر قال إن سبحان الله المال قليل عندي، أو سبحان الله فاستغفر الله. قالوا يا أمير المؤمنين الأسئلة متعددة والإجابة واحدة، قال وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا
فالرزق في السماء، اللهم ارزقنا يا أرحم الراحمين بالحلال، واكفنا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عن من سواك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.